يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. احنا دلوقتي قاعدين في حضره نجم النادي الاهلي وبطل العالم للناشئين في لعبه الاسكواش، شاب مصري مشرف اسمه مصطفى عسل، اسمه مكتوب بحروف النور في كل السجلات المتعلقه بالمحافل الدوليه. كل سنه وانت طيب، مشرفنا ومنورنا في البرنامج. ربنا يخليك، اهلا بيك يا مصطفى. احنا مبسوطين ومتشرفين، واي حد بيرفع حقيقه يعني اسم مصر واسم الاهلي احنا اكيد كلنا بنبقى متشرفين بيه. مصطفى، ابدا معاك بلقبك افضل لاعب شاب في العالم، معلش ده لقب مش سهل، هقف عنده شويه وخلينا نسمع منك اكتر. طبعا في البدايه يعني انا كنت في عالم في الاهلي، لما جيت الاهلي خدت بطولات عالم في الاهلي، بطولتين عالم في الاهلي 2019. اشكر مجلس الاداره يعني بجد طبعا الاسطوره كابتن احمد خطيب، وطبعا كابتن خالد مرتجي بحب اشكره جامد جدا، هو اللي جايبني النادي. ويعني طيب مصطفى انا هستاذنك معلش، احنا هنروح نبص على التقرير مره ثانيه وهنرجع نكمل سريعا. نرجع مرة تانية لضيفنا العزيز والشاب المصري المشرف مصطفى عسل. مصطفى أنا عايز أسألك يعني قبل ما ندخل بقى في تفاصيلك أنت الشخصية، أنا عايز بس في حاجة ملفتة جدا للنظر، هو واضح إن في حاجة في الجينات بتاعة المصريين مع لعبة الإسكواش. يعني هل هي حاجة بناكلها، كشري مثلا على طول؟ يعني إيه سر نجاح وتألق المصريين على مستوى العالم بشكل ملفت للنظر في اللعبة دي بالتحديد؟ ده والله يرجع يعني بفضل طبعا يعني مساعدة كبيرة جدا من الاتحاد، و يعني اللعيبه كلها بتأدي دورها على اجمل وجه. طبعا عندنا مدربين على اعلى مستوى، ناس كانت زمان بتلعب وزمان كان ممكن هي كانت بتخسر، بس خدت الخبرات، خلت يعني كل اللعيبه دلوقتي على اعلى مستوى، مهارات على اعلى مستوى، فتنس على اعلى مستوى، ودي يمكن حاجه يعني كبيره عندنا. وكمان والمدربين قبل كده طبعا كابتن امير وجيه وكابتن احمد براده، طبعا الناس دي كلها سطرت اسماء كبيره جدا في الاسكواش، خلت الاجيال اللي بعدها تمرنهم شباب وشابات. الحقيقه طبعا حاجه مشابهه. وكمان احنا كان عندنا مشكله في الشابات، يعني الفتره قليله جدا كان عندنا مشكله، بس الحمد لله طورناها، وده طبعا يرجع يعني بفضل الدكتوره سميحه ابو المجد الله يرحمها. طبعا هي دي اللي نقلت حته السيدات في حته ثانيه في الاتحاد، واحب اشكرها يعني. لو احنا عندنا اسماء كبيره يعني، في كمان رامي عاشور وعمرو شبانه، انا كنت بحضر البطوله بتاعه السكواش اللي هي كانت في الجونه وقابلتهم تقريبا كلهم، كنت اجريت مع بعضهم برضو بعض اللقاءات. طيب مصطفى انا هرجع معاك بقى للقب افضل لاعب شاب في العالم، احنا وقفنا عنده فخلينا نسمع منك يعني كان شعورك ايه وقتها وازاي قدرت توصل اصلا لده. والله يعني في الاول يعني بعد الحمد لله ما كسبت بطولتين العالم، قررت ان انا ما اوقفش عند حته معينه، ان في دايما ناس في السكواش عندنا ممكن مثلا تكسر ال 20 بعد كده تلعب في الرجال. انا حبيت العب وانا عندي 16 سنه، احب يعني العب مع الناس في الرجال، ابقى اكومبيت معاهم من عندي 16 سنه، فدي كانت حاجه كبيره بالنسبه لي. كنت بلعب ناس عندها 35 و30 سنه، سافرت اربع بطولات ساعتها في الارجنتين وخدتهم، وكان الناس عندها 35 30 سنه، كان حاجه كبيره بالنسبه لي. ومن بعديها طبعا الحمد لله ابتدى مستواي يتحسن، كسبت نمره واحد على العالم سابقا، يعني كان
اسمه جريجور جوتييه من فرنسا، كان ماتش كبير، واحد عنده 37 سنه وكان عنده 16 سنه، كان حاجه كبيره. وكذلك حاجه كبيره ان انت تكون رقم واحد على العالم. يعني احساسك ايه وانت رقم واحد على العالم؟ اكيد مستكانيا طبعا. يعني الحمد لله ده يرجع فضل اهلي معايا، وطبعا النادي الاهلي يعني بيتي، وفعلا كل حاجه حصلت لي زي ما بقول لحضرتك من وانا جيت الاهلي كان وش السعد عليا، ويعني كان حاجه كبيره قوي. بحب اشكر كل اللي مساعدني في ان احقق الانجازات دي. وطبعا يعني التصويت جه ساعتها بقى، الحمد لله انا ابتديت اكسر ناس في التوب 10، اكسب كذا واحد كمان، محمد ابو الغار عندنا في مصر كان تاني عالم السنه اللي فاتت، ودييجو الياس اكتر واحد خطر على المصريين الفتره اللي جايه دي، عنده 23 سنه وساعات بيكسب محمد، ساعات بيكسب علي فرج، يعني خطر، كسبته الحمد لله هنا في الاهرام في مصر. وطبعا التصويت ده يعني يرجع طبعا لجمهور الاهلي، الحمد لله التصويت كان كبير، وكان استفتاء من 80 مليون. انت عايز الحمد لله ما يبقاش كبير، قوه ضاربه. التصويت خلصوه خالص يعني، كان اول ما اعلنت كمان قناه الاهلي ان في تصويت خلص. احب اشكرهم هم طبعا، يعني طبعا يعني الجايزه طبعا ترجع ليهم، احب اهدى لهم ان هم خلصوا التصويت. كانت نسبه 70% التصويت استفتاء الجمهور كامل يعني، هم اللي خلصوها، واحب اشكرهم طبعا على التصويت ده. طب انا عايز اسالك برضو على الصعوبات اللي ممكن تواجه اي حد في اللعبه دي بالتحديد، يعني هل في امور معينه ممكن تبقى عقبه في طريق اي واحد بيحب يبتدي اللعبه دي او عايز يبتديها؟ عايز يبتدي ممكن يبتدي وهو صغير شويه، عايز يبتدي هو 6-7 سنين. انا ابتديت متاخر، بس عانيت جامد قوي ان انا في البدايات المتاخره دي، كان عندي 9-10 سنين، كنت بحب الكوره جدا وما كنتش يعني عايز اروح للسكواش خالص، بس كان جت ظروف كده، عمي كان في منتخب مصر وبطل وابتدى يدرب وكده، قعدت معاه وحبيت اللعبه، دخلت اللعبه. كنت في الاول مفيش خالص، تحت 11 سنه تقريبا انا كنت بفكر ان انا ابطل، انا ما كنتش عارف امسك مضرب، وكان مدخلوني بطولات، ويعني كانت حاجه صعبه جدا. بس بعد كده الحمد لله اشتغلت على نفسي، بابايا طبعا تعب معايا جدا، مذاكره في العربيه، كل حاجه كان يعني من وانا عندي 12 سنه كان الدنيا بتبتدي بتبقى صعبه، ان هو انا ما خدتش البيزكس بتاعت اللعبه وانا عندي 6 سنين، يعني كان لازم اخدها وانا من بدري شويه، بالظبط، فخدتها متاخر. بس الحمد لله ده فرق معايا جامد جدا. طبعا لما جيت الاهلي فرقت معايا جامد جدا، انا كنت بلعب سنين مع بعض، كنت بلعب 17 و19 دي كنت مثلا كسبت توتو جمهوريه الحمد لله، 17 و19 كان بيبقى عندي 4 ماتشات في اليوم، يعني خلص هنا على هنا على هنا على هنا، وكان الدنيا صعبه. الحمد لله كسبت بطوله الجمهوريه 17 و19 من غير ما اخسر ولا شوط يعني. وده ما اثرش على دراستك يعني؟ يعني ما اثر يعني، خلينا صرحه، يلا قول الحقيقه. اثرت طبعا عشان كنت مشغول في التمارين الفتره اللي فاتت. طبعا لا لا طبيعي، بس يعني المهم انك توازن يعني، هي دي. لا يعني طبعا كان بتاثر طبعا بالدراسه، يعني الحمد لله كنت في سن شطارة يعني، بس هي دي اللي ساعدتني في اللي انا اعدي الحمد لله في الجامعه دلوقتي. ف كنت بعمل بالانس ما بينهم، بس طبعا مذاكره كان على طول في العربيه، يعني ما كانش فيه هزار في العربيه. يعني ما كانش فيه هزار في الموضوع ده، بس طبعا يعني الحمد لله انا كنت بلعب، يعني الفتره اللي فاتت دي كنت بلعب جونيورز ناشئين وبلعب في نفس الوقت رجال، فكانت وبي اس اي محترفين، فكنت اسافر 13 سفريه هنا اروح العب مع الرجال وارجع على مصر، في عندنا دوري وعندنا ناشئين. برافو عليك. تبقى الدنيا صعبة. انا بقى عايزه اسالك عن التكريم، لان احنا شفنا في التقرير بتاعك تكريم من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخلينا نعرف عن التكريم ده. الصراحه يعني ما صدقتش نفسي لو هم الاتحاد بيكلمني بيقول لي تروح تتكرم يعني سياده الرئيس، دي كانت حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. كان قلت على اللحظه دي لسه شويه مصطفى، لسه عايز تحقق اكتر ممكن، بس فعلا اللحظه دي ما كنتش مصدق نفسي ساعتها، حاجه معنويه كانت كبيره صح. جدا خلتني كمان اكمل، يعني اخد بطوله العالم الثانيه، وبعد بطوله العالم الثانيه اكسب نمره واحد على العالم، وفي وسط بطوله كبيره في جراند سنتر في نيويورك، فكانت حاجه كبيره جدا. ويعني تحس بدعم، تحس بلدك بتسندك، فده في حد ذاته زي ما انت بتقول بيدي بوش او بيدي دفعه كده ورفع الروح المعنويه. في بطولات الفترة الجاية بتستعد لها ولا الدنيا واقفة عشان تقول؟ لا ان شاء الله في بطولات جاية ان شاء الله، الحمد لله يعني ما نمتش الفترة اللي فاتت دي، كنت شغال برضو يعني في البيت وكده، وحافظ على الفتنس شوية،
بس في بطولات طبعا الجونه في تمارين بتتعمل في البيت. ها في تمارين لا تمارين ليها علاقه باللياقه اكيد مش اللعبه نفسها. لا مش اللعبه نفسها. انا ما بحبش الفتنس قوي بس كنت ببهدل الفتنس على طول الفتره حاجه والجيران يعني كانوا بيشتكوا مننا خلاص من كنت الفتنس في البيت. ف طبعا في بطولات جايه الجونه والاهرام مصر الحمد لله. انا احب اذكر مصر ووزاره الشباب يعني على الدعم الكبير ده ان هو اول ناس عايزه تستضيف اللعبه وتستضيف يعني في الظروف العصيبه اللي احنا شفناها الفتره الاخيره دي هي اول ناس هتعمل بطوله الجونه هتعمل بطوله الاهرام. بطولتين كبار جدا. انجلترا يعني اعتذرت بشكل مبدئي قال لك هنأجل البطوله لشهر 10. كان بطوله في بطوله في شهر 5 هتأجلها شهر 10 بس اول حاجه اول ما نفكر على طول مصر. مصر هي يلا نستضيف بطولات يلا نعمل. فدي كانت حاجه كبيره وان شاء الله دي البدايه في شهر 9 ان احنا يعني نبتدي بقى. طب مصطفى مين مثلك الاعلى في السكواش؟ يعني في ابطال كتير جدا سواء مصريين او عالميين فعايزين نعرف منك لو تقول لنا مصري وعالم. والله يعني هو عالمي كان جريجر جوتيه اللي انا يعني كسبته في كان نمره واحد على العالم. دي كانت حاجه كبيره بالنسبه لي ان انا كنت بروح 2016 كنت بروح بطوله الجونه كده يعني كرايح اتفسح وكده مع اصحابي يعني. فكنت في مره لو انت عندك وقت تتفسح مع اصحابك يعني كنت بروح مره برضه تتفسح انت والله كنت بروح بطوله مهمه خلي بالك انه يحضرها لعيبه دوليين كتير بيكونوا موجودين. يعني انا 2016 دي كانت لسه يعني كنت لسه صغير شويه فكنت بروح اتفرج وفرجه تمرين عندنا في السكواش فرجه تمرين جامد وفي نفس الوقت بتمرن. فمره واحده مدير الفني للمنتخب قال لي مش عايز تلعب مع جوتيه؟ قلت له مع مين؟ انا ما صدقتش نفسي ساعتها كان نمره واحد على العالم وكسب البطوله دي في الجونه ساعتها كانت حاجه يعني كبيره برده. فرحت لعبت معاه وبعد كده بقت كل سنه اروح العب معاه. فطبعا كان بالنسبه لي كان مثل اعلى كبير وبعد كده لعبته في بطوله لسه من 5 شهور فكان حاجه نفسيه يعني كانت صعبه قوي عليا. اكيد طبعا كمصريين طبعا يعني كلهم صراحه من اولهم لاخرهم اتعلمت كل حاجه من يعني كل واحد بتعلم منه حاجه. عنده احسن حاجه طبعا يعني كابتن احمد براده وعمرو شبانه ومحمد الشرباجي رامي عاشور كريم عبد الجواد برده معايا في الاهلي. الناس دي كلها مش عايز انسى حد بس الناس دي كلها فعلا يعني ادتني تاتشات في اللعبه من كل واحد. واللقب كمان يمكن الناس اللي حافظوا على اللقب كتير عمرو شبانه اخذوا سنوات طبعا اسطوره الاسكواش ويعني ما حدش كسر الرقم ان هو ياخد 4 بطولات عالم فدي كانت حاجه كبيره قوي يعني. والله وانت كمان في حد ذاتك حاجه جميله وفعلا فخر للنادي الاهلي وفخر للبلد بشكل عام. حاجه جميله ان يكون عندنا شباب منور كده في كل المحافل الدوليه ويسافر اي بطوله منهم ويرجع لنا بكل الميداليات تحت باصه. دي حاجه عظيمه جدا. نتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. مصطفى عسل نورتنا وكل سنه وانت طيب. نورك. انا اتشرفت بيكم والحمد لله اللي احنا رجعنا. وبحب اشكر طبعا مجلس الاداره كله على الدعم الكبير ده وان شاء الله دايما اهلاويه كده ان شاء الله. وشكرا ليكم. في ظهرك يا كابتن. ان شاء الله. شكرا. خلينا نروح لفاصل وهنرجع نكمل فقراتنا مع حضراتكم.